موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية والدور قبل النهائي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي المشجع مع أحمد. النصر والشرطة العراقي وجه اللواكي في المباراة قبل النهائي من البطولة العربية، والشرطة العراقي يحقق المفاجأة ويصل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي بعد تخطيه السد القطري برباعية مقابل هدفين. السد القطري العنيد، السد القطري اللي فاز على الهلال السعودي بكامل نجومه، ولكن الشرطة العراقي يحقق المفاجأة ويصل للمباراة قبل النهائي لملاقات النصر. النصر بكامل نجومه كريستيانو رونالدو، ماني، تاليسكا، برازوفيتش وكل نجوم العالم. النصر، النصر والشرطة العراقي وجها لوجه يوم الأربعاء القادم. المباراة ستنطلق الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة على القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للبطولة العربية. بتمنى من حضراتكم عمل اشتراك في القناة علشان يوصلكم كل ما هو جديد، ومتابعة الصفحة علشان يوصلكم كل ما هو جديد. المباراة مرة أخرى يوم الأربعاء القادم الساعة 6 مساء منقولة على القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للبطولة العربية. الشرطة والنصر السعودي، توقعكم مين يفوز؟ اكتبوا في الكومنتات. أحلى جمهور في الدنيا.